كيف يمكن حتى الآن تقييم الموقف المصري والجهود المبذولة مصرياً لوقف هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ وإلى أين يمكن أن تصل كل هذه المحاولات في ظل فشل كل الجهود المبذولة حتى الآن على إيقاف العدوان الإسرائيلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر سعادتك على الاستضافة. الجهود المصرية لإنهاء الحرب في غزة هي جهود متواصلة بدأت منذ اليوم الأول للعمليات العسكرية من 7 أكتوبر ولم تتوقف إلى الآن، وقدمت مصر الكثير والكثير من المبادرات لتخفيض التوتر للوصول في النهاية إلى وقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة من الجرحى والمصابين، وتقوم مصر بمجهودات جبارة في هذا الشأن. ويعني كانت ذروة هذه الجهود المصرية هي استقبال مصر بالأمس الجرحى الفلسطينيين لمعالجتهم في مستشفيات سيناء والعريش، ويعني السماح ايضا بخروج مزدوج الجنسيه من معبر رفح، وطبعا قبل هذا باسبوع تقريبا السماح بدخول او يعني فتح المعابر معبر رفح بصفه خاصه لدخول المساعدات الانسانيه والغذائيه لقطاع غزه. كل هذه الجهود المصريه تقوم بها منذ اليوم الاول. على الصعيد السياسي تسعى مصر دائما من خلال الاتصالات والمباحثات مع الدول الأجنبية أو الدول الفاعلة في النظام الدولي، مع اتصالات مع الرئيس الأمريكي، مع بالأمس مع رئيس وزراء بريطانيا، ثم مع الرئيس الفرنسي، مع المستشار الألماني، مع رئيس وزراء النرويج، الدنمارك. كل هذه الاتصالات من أجل الوصول أو من أجل سرعة الوصول إلى وقف لإطلاق النار، أو يعني نقول بفتح ممرات إنسانية في قطاع غزة واللي نجدت أهلنا في فلسطين. مصر لم تتوقف منذ اليوم الأول، وأيضا مصر أيضا تسعى الآن من خلال القمة العربية التي ستعقد في القريب إن شاء الله إلى الخروج بموقف عربي موحد لإدانة هذا الغزو الإسرائيلي أو الجيش الاحتلال الإسرائيلي وتدمير ومجازر لأهلنا في غزة، من خلال موقف عربي موحد يشرح للعالم كيف أن هذه ليست حرب، الحرب تكون بين جيوش نظامية، ولكن هذه حرب غزو إسرائيلي ضد مدنيين عزل في قطاع غزة، حرب هدفها تدمير كل شيء، كل ما هو ينبض بالحياة في قطاع غزة. تسعى مصر ومعها الدول العربية إلى شرح هذه المواقف للدول الأجنبية والدول الفاعلة بصفة خاصة، الولايات المتحدة الأمريكية ثم بريطانيا والدول الفاعلة الأخرى، للخروج بموقف موحد والوصول في النهاية إلى يعني رؤية موحدة لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط خاصة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والوصول في النهاية إلى حل سياسي للصراع العربي الإسرائيلي الذي دام لأكثر من 70 سنة، ويعني الوقوف على حل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967، وهي يعني مطالب لم تتوقف من الدولة المصرية. تسعى مصر دائما دائما إلى نقول تسهيل الحلول وتقديم المقترحات وتقريب وجهات النظر بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. دكتور نجاح، منذ قليل أشرت حضرتك إلى القمة العربية التي يفترض أن تعقد في 11 من الشهر الحالي فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة. يعني نلاحظ أنه الموقف العربي حتى الآن موحد فيما يتعلق بهذه الحرب وضرورة وقفها وضرورة التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية، وأيضا حتى إدانة إسرائيل على هذه المجازر التي ترتكب يوميا بحق الفلسطينيين. لكن فيما يتعلق بهذه القمة، ما المنتظر منها؟ أي موقف اليوم مطلوب من هذه الدول العربية للضغط أكثر على المجتمع الدولي ليضغط أيضا بدوره على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة؟
هذا سؤال جيد سيدي. يعني الدول العربية يعني المنتظر من القمة العربية يوم 11 إن شاء الله هو طبعا يعني بلورة موقف عربي موحد، موقف عربي سياسي موحد ضد هذه الحرب العدوانية، حرب المجازر وحرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة، بلورة موقف عربي. وأهم شيء هو شرح هذا الموقف للدول الأوروبية، لأن يعني منذ اليوم الأول بعد 7 أكتوبر رأينا الدول الأوروبية والولايات. ولكن دكتور اعذرني على المقاطعة، تقول حضرتك أنه الدول العربية ستشرح الموقف إلى باقي الدول الغربية، لكن هل كل ما يحصل اليوم في غزة وهذا العدوان وهذه الصور والمشاهد التي نتابعها يوميا للمجازر الإسرائيلية بحاجة لشرح للدول الغربية؟ ألا ترى ما يجري اليوم وكل يوم في غزة؟ ما أقصده من شرح المواقف الدول العربية، مقصده من الوصول إلى حلول جذرية أو من الحلول توافقية لحلول وقتية لوقف إطلاق النار. هو العالم كله يرى ما يحدث في قطاع غزة، العالم كله يرى المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، العالم كله يرى أن هذه محرقة ثانية في التاريخ ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. ولكن هنا الواقع العملي أو الخطوة العملية التي من المنتظر أن تخرج من القمة العربية هي شرح الموقف العربي من ضرورة الوصول إلى وقف إطلاق النار، من ضرورة الوصول إلى طاولة المفاوضات ووضع حلول سياسية للصراع العربي الإسرائيلي، خاصة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على حدود 4 يونيو. هنا الموقف مشروح ومعروف، ولكن هنا الوصول إلى خطوات عملية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، لأن هذه هي أصعب فترات التاريخ العربي، الصراع العربي الإسرائيلي، أصعب فترات المعركة على شعبنا وأهلنا في غزة، أصعب فترة تمر على منذ احتلال اسرائيل لفلسطين منذ 48، لانها فتره نقول يعني توصف بانها النكبه الثانيه لشعب فلسطين، والفلسطينيون والعرب يرفضون تلك هذه المقترحات او هذه الحلول او هذه الرؤيه الاسرائيليه العنصريه. من هنا نقول اهميه القمه العربيه انها تخرج بموقف رافض لكل هذه المقترحات وهذه الرؤيه الاسرائيليه، وداعي لوقف اطلاق النار، وداعي للمؤتمر الدولي للسلام تطرح فيه الحلول ونصل فيه في النهاية إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على حدود 4 يونيو 27، أو حلول توافقية يرتضي بها الأطراف بوساطة نزيهة في تلك الحرب، لأن ما المطلوب هنا وساطة نزيهة في المفاوضات المنتظرة إن شاء الله. لابد وأن تكون هناك وساطة نزيهة ورعاية دولية للمؤتمر الدولي القادم للسلام، إن كان هناك مؤتمر دولي قادم للسلام، لأنه بدون وساطة نزيهة ستبقى الحلول جزئية وستكون أي الحرب أطراف الحالية اليوم دكتور الحرب الخامسة بحسب متابعتك لا تكون آخر الحروب بمسار هذه الحرب. أي أطراف اليوم أي أطراف اليوم يمكن أن تلعب هذه الأدوار وأن تكون وسيطا حقيقيا وفاعلا لإيقاف هذه الحرب؟ للأسف الشديد يعني التاريخ يقول أن إسرائيل لن تقبل إلا بدور الولايات المتحدة الأمريكية. يعني المفروض هناك دول يعني لها دور، دول عالمية لها دور وثقل دولي، ولكن هنا الطرف الأهم في تلك المرحلة هي إسرائيل، ولن تقبل على مر منذ المعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ثم مع الأردن، ثم مع الدول العربية الأخرى، لن تقبل إسرائيل ولم تقبل إلا بوساطة أمريكية في تلك المرحلة أو في ذلك الصراع. وللأسف الشديد يعني رأينا كيف كانت الولايات أو كيف كان دور أمريكا يعني وسيط إلى حد كبير جدا غير نزيه في تلك المراحل. نريد وهذا دور الجامعة العربية وهذا دور القمة العربية، الضغط على او شرح وافي للمواقف العربيه، وضروره ان تكون ان يكون دور الولايات المتحده الامريكيه هو دور مسهل للوصول الى حلول لهذا الصراع. ولكن حتى الان ستكون كل التصريحات الامريكيه الحرب الاخيره، كل التصريحات الامريكيه حتى الان يعني معظمها تقول يعني ما معناه انه الان ليس الوقت المناسب لوقف اطلاق النار. يعني اذا كان
حاليا يعني ليس المطلوب وقف إطلاق النار، فمتى بعد وقوع كل هذا العدد الكبير من المجازر والعدد الكبير من الشهداء والجرحى؟ يعني لا أدري متى يمكن لهذه الحرب أن تتوقف بحسب وجهة النظر الأمريكية، وبالتالي متى يمكن أن تقتنع الولايات المتحدة الأمريكية أنه يجب إيقاف هذه الحرب، خاصة أنه اليوم الوضع مختلف عن كل المراحل والحروب السابقة التي خاضتها إسرائيل ضد الفلسطينيين وبالتحديد ضد قطاع غزة. اليوم نتحدث عن شريك في هذه الحرب، الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة بشكل مباشر من خلال دعمها العلني لإسرائيل، دعمها العسكري والسياسي أيضا. صحيح صحيح صحيح. يعني السؤال دائما مطروح إلى يعني إلى أي مدى يمكن أن تقتنع أمريكا بوقف إطلاق النار، تقتنع وتقنع شريكها إسرائيل، شركتها إسرائيل بوقف إطلاق النار. ولكن زي ما بكرر بقول، هذا دور الجامعة العربية ودور مؤتمر القمة العربي القادم إن شاء الله، لأن أمريكا تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية. أمريكا للأسف الشديد تتبنى، ومعها الدول الأوروبية الغربية الرسمية، تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية القائلة بأن من بدأ الحرب هي بدأ العمليات هي حركة المقاومة حماس، ولابد من الانتقام، ولابد من رد الشرف للجيش الإسرائيلي. وهذه رؤية وجهة النظر الإسرائيلية، وتبنتها بالكامل الدولة الأمريكية ومعها الدول الأوروبية. هنا يجب التوضيح أن هذه الحرب ليست حرب نظامية، هي حرب انتقامية، حرب يقوم بها جيش نظامي ضد مجموعة من الهواة المقاومة التي تحارب بأدوات بدائية جدا جدا، ضد جيش نظامي يعني نقول مسلح بأفضل وأفضل أنواع الأسلحة ومدعوم من أكبر قوة عسكرية في العالم. هذه ليست حرب. متى تقتنع أمريكا بأنه لا بد من إيقاف وقف إطلاق النار؟ حينما يتم الضغط عليها من الدول العربية باستخدام آليات الضغط، ممكن تكون آليات المصالح، آليات العلاقات، آليات يعني قد يعني تتبناها الدول العربية. ولكن هنا دور القمة العربية أن نقول يعني يحمل من الآليات أو يطرح من الآليات للضغط أو لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة وقف إطلاق النار في هذه الحرب، لأن إذا اقتنعت أمريكا ستقتنع إسرائيل، لأن هنا البلدان يتحدثان بصورة واحدة وبصوت واحد. هنا الضغط على أمريكا أو إقناع أمريكا بوقف إطلاق النار، سيكون هناك وقف إطلاق النار في القريب العاجل إن شاء الله.